بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة أبا السلام عليكم. سيدة تسرج ولي هاتيا أنا حاضر. خلكي كيرنا أو خلكي دو كده لا نحرج خش كبي سيدة لما كبي خش دري إذا منطقي أنا خديت بيجي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صوفيس دو الناس من الجنة. بري خب كري احترامي أبو دكتور. يا دكتور بس حبي نفسي دري دكتور إيش برأيك منو شافك بنا بس أوحى بنفسي نينا بترجع قهر وشيء بيا جن شو تكلم في بقى. هذا أختي مصاب بالمس الجني ما عنده مرض نفسي لأن إذا ما نعالجه سريع يقتل نفسها. أخواني أخواتي السيدة بري خب كري أها بس هو بقول السيدة بري خب كري هكذا خير دلوقتي جنكا ها إنه كذي درك عندي شيء إن شاء الله هسه نعالج أخذنا بإذن الله تعالى. طيب سيدة نواب إبراهيم شيا ميمان سيدة ميمان أبا جارك إيه هو صالح بيت مش كامل جاردي بار عيد حوجي بس بينوي كامل أبو شيا أبا جارك خراب ترى قلك نعم من كيا خراب ترى خراب ترى قلك جامل خوش كام بعد شاري تماش خوش كام من شاوني الحمد لله شيء كنا خير تدايا لك كيريا الظلام الجنكة تدبيني أو نابيني ليريا وكي بركيا قلك جامل شن ده ولي هاتي أنا أشرجها. أشرجها. شميجة أنا مرتاحة. شميجة كان في بور نقود السيدة شكلها خيط من ضايع. بيش حبيش. بس حميجة بيجي أنا مرتاحة. نعم بس حد أخوي بس إذا دكتور حد أخوي دكتور إيش محترم مبريات منه بس. بيجي النفسية. خلاص بيجي. قربان استا إن شاء الله هسه نعالج أخذنا بإذن الله تعالى. طيب إخواني إخواتي هذا مصاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدواء القرآن. سيدة نكذب كيف استأخذ كامن كذا بيا بجنش لك على خير مصاب بالمس الجني هسه نعالج رب العالمين مش فيه وإحنا نكون سبب أخش بس ولا نكسب كنا أخش كم ديال صالك أو خيا ديال هاد دكتور كان حبي نفسي ديال أنا حبي نفسي حتى لو كتشي نبي هلو كي خوتي هاد كافي حتى لا شيء أوجن درنش يا خوش كوا على دي هذا زربي أجا أمرد لو كتشان يا خوش كاني بريار كوا على دي ناس نخوان بخوش نفتي بخوان يا حبيب بخون تكاتني إذا كان زوج بيا يخو تعملين يا بقى سو تعملين يا بدات تعملين بدات وش يا حالة تيات نال زوج تام علاج يا كين أما هيش بارا ما نال لك أزبخوا في سبيل الله بس هو خوش كانا رزقار بكين لو وضعي أما هيش بارا نافع نكسي أي ولا هتوصى زي بيجي زرام يخو يام بريار يخو يام دايك يخو بريار وشلك أنا خيت من ده شكرا دكتور محترم مكان نزل بس حبي نفسي دني وحبي نفسني والله وكلك عاقلة بس ولا دير دكبي وهي حالتي جن چکا ای نفسی های بی خوش خونینه خوری دکادو دسته در بازو خو سامیه مدق باشا مدق خرابا اما حالت جنه بس الجن نو قس نو خوش که مدمین دی چه بی انشاءالله بری خوب کن انشاءالله سیده بنا استا دریتا تون دکلک استا نو که علاج که خوش استان استا ببین بچای خوتان نو خوش که علاج دکین بفضل و اراده خواه ایم هیچ نیم شفا هر دس خواه بلا ما طب نبی قرآن امی فکر یا پیغمبر امی فکر سازم سیده ببنو نو که بینه خوش كان بن بينا بنا غير روشنا روشنا مبين سيدة وصار بين بن بن سيدة بدو كبي فمشاكلنا قال بروا إيش عيب شيني بس هاد جنا نشتي بس تعلاج لك إنه كبن بينا خل شو يسانا تا دلقي تر كم تزيادة نازم مش فاهم دسقها إن شاء الله علاج لك خوش كان روشنا شان قلتوا بعد 10 دقائق أكثر لو أقل وشفاء من عند الله أنا سبب نعالجه بإذن الله تعالى. طيب إن شاء الله جني بداخله شو ما يقدر يمشي وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد إن شاء الله. يا أجت بخير هذه سات شاب خوش كام السلام عليكم بشك دني خوب لنكا نوكات شاوي الحمد لله أوش تيك كان خيته مو نما يا مايا مرتاح بوي مرتاح بوي دني خوب لنكا يقول اللي بداخله هسا أنا مرتاحة ما باقي شو اسمي نوبة روشان روشان خوش كام روشان نوكات جارك يدفع عسكين وقال كان خيته يدا بيدل بلبي خوش كام جاي أبو بيوز أحمد نبي ما في جارة مقرر نوكات فحش كينا قد جن كان خيته ما بي قرآن سرخين دي خوش كام دل بلبي بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدة شيخ الله ما شك سريبك سيدة أبا وهذا هو معجزة القرآن أبا الحمد لله خشكيت من رب العالمين شفاء سما بها الجن ولكن يومي لازم ساعتين يسمع القرآن من هيدفون يومي لازم ساعتين يسمع القرآن من هيدفون ولا يأكل لحوم الأحمر والدهنيات والترشيات حتى ما يرجع لهذا المرض حتى ما يرجع خشكيت من ذكرهم كباب شو كيف أبش نبدأ الباس تشفوش كيف سنك بيز يكتب قبل السبب ايه وين السلام عليكم مكان السلام
السلام عليكم باشا خوش اسمي استاذ شاف خوش خوش كي مراد برا اكو وريدا خوش كان باخ وتو سنه بدات في اختياريا خوش كامل وشي هذه دبره اخو شاف منو كتشاوي اشتك كذا خيطه دابو جرامو نو كذا خيطه مايا باش سبيتي اش طرصه نو كتشاوي يعني شاو فبي باشي خوش استان خوش بتاي خد عندي تانا خوش كتازا جنة لشي هو الحمد لله شاكوا أواني حالتي جنيا دبي بعد ساعات جبنا القرآن بيروس هيس ندرسين شو خوادا فر بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا استان بسنا إلا أخوي قالوا نسيبي قد ما ترسين أخوش كبر استان دين أو روجة شن جا ذكر سيدا ذكر دمال دمال ذكر طبعا أجب استان لشي طبعا برد بتقول أخوده شيء جن انسان لا تسوي لدي حالتك ترسي كي قلق زور يعني خمي كي زور يعني عشقي كي زور كان اذا كم اخش كبور رزانة با نترسل وخمي جنخون با بسدر قربان زور نخش حالك اختصف كي دينا باشا او دليت اقول دابر كرم كبار كم دينا بيشاء الله دينا بيشاء كاني في غمر وهذا مستشفى النبي صلى الله عليه وسلم وأوجه نخرج كاني في غمر صلى الله عليه وسلم كخشي جورم أو حالتي الجنة حالتي الجن هم كذن أمن لنا نمسا من ألمانيا بيج دوما كشكا نان دزاني جن شيء عين أخوي رحبي نفسي عند خلك تزول أبي خوي دكش بس إيه خلك شيء كم خوي دكش يا بلو القرآن يعني جدا القرآن زيادة خوش ويستان ما تعرف وتان دي تانا خوش كم احترام كتازة تشيلي هات وتلاش تاقوا هر کاتیک وطنی ادیک سب کنار برابر قرآنی جبل ن قرآنی پیروز شیف هر دست خواه داوی قبر و شیخ و ملا و سید و قبری ماسما کرد چون آن سیام بوی ما پناکری منشتم بهم گو پناکری مثلا همو خواهی جوریه اگر سأل تفس ایلا و اگر استعنت تفس تعم بلا اگر داوت کد داوی خواه که اگر داوی شفات کش شفا هر خواه تو رو بعدش نم حدی خرجت قدرانشون تمام بمان زیاد بس نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم الشيطان بنى دم أركان إنسان هذا شيء ورب العالمين شفاء وآني سر السبب يعيشون في مدينة دهوك الغالي المكان طيب وحلو فشيء لا يدوك ما أسا السليم بس أدري تشاوي أدري تخش يا رب مرتعب كشيء مدين خبل لك أسا تشاوي دكي كني لما عالدي كفتي خوش خونه دماء سبحان الله خوش فلسطان أوج معجزة القرآن بيروس هتا معجزة شكي قرآني بيلوز بخواي قرطان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ من كرمتو بابشينا استوى كرمتو بابشينا هذا بابير دابشينا حمل هيك كامل زبتها ان شاء الله تاقمي جنب ان شاء الله خوش بیست از خوش که مرئی نه احوال سمت نه به اتام اخبار خوش آب صورت خوش که عزیزی خوش که منو کد لیت خوش برای خبر زورینا لعه لیت دل خوش مرتاحی لکا دین خوب من کدام بیتیا بعد از صلاة سپی هم بریدن اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم اللهم صلی علی شفیعنا محمد و علی آله و صحبه و سلم اللهم صلی علی قائدنا محمد و علی آله وصحبه وسلم حتى معجزش كي قرآن فيروس بخباي قورت هذا سبين وهذا هو معجزة القرآن رب العالمين شفاها آني سر السبب والسنة 2015 إن شاء الله بعد في شيء 15
2015 السنة. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.